بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الحقيقة بتوجه بالشكر إلى الدول العربية وإلى المصريين في الخارج اللي وقفوا وما زالوا يقفون مع مصر في أزمتها الاقتصادية والأوضاع الصعبة اللي حصلت جزء كبير منها نتاج الأزمة العالمية في ما بين روسيا وبين أوكرانيا. وبناشد كل مصري وأولهم الحقيقة يعني السيد علاء مبارك، وهو رجل طيب الحقيقة ورجل ابن أصول محدش يقدر يشكك في ده، وبطلب منه أنه يحول الـ 429 مليون دولار اللي موجودين في أحد البنوك بسويسرا، وخلاص يعني بقوا ملكه وأعلن هذا الكلام، يحولهم لمصر في الظرف ده. يعني أنت بتكلم عن نص مليار دولار، بدل ما نقعد نتكلم كتير في كلام فاضي وغيره وغيره، لا دي اللحظة يا أخ علاء اللي تستوجب منك أنك تقف مع بلدك، بلدك اللي خيرها كتير قوي عليك يعني، وربنا يبارك لك أنت والسيد جمال. لكن بالفعل أنا مستغرب أنك حاطط فلوسك برا، هم يساوي حوالي 8 مليار جنيه، لكن يا أخي حولهم على بلدك. هو أنت مش واثق في بلدك ولا مش واثق في البنك المركزي مثلا؟ ما في ناس كتير جدا بتجيب فلوس من برا وبتقف مع مصر. أقف مع بلدك، أقف مع بلدك لأن دي المصداقية، أقف مع بلدك لأن دي الوطنية، أقف مع بلدك لأن البلد دي ادتك كتير جدا، وقفت معاك أنت وأسرتك كتير جدا، وتمتعتوا بخيرها كتير جدا. فأنا بتمنى أن نسمع منك رد، ورد عاجل وسريع. قول لنا لو أنت مش عايز، أنا مش هسألك على فكرة الفلوس دي منين، لا لا لا، دي خلاص كان الله مصاريفك بتاع حاجات جبتها من برا اشتغلت فيها من جوه، مش دي قضيتي، الكلام ده قضية جهات أخرى. لكن ربنا بارك لك، هو 8 مليار جنيه في حوالي 5-6 سنين ولا 10 سنين ولا 15 سنة ولا 40 سنة، ما هو ده كفاح برضو. الشاب بيكافح يوصل ل 8 مليار جنيه، ما فيش مشكلة في أي حاجة طالما أنه قدر يجيب، ويعني يستخدم أساليب عديدة منها، وهي أساليب كلها زي ما بيقول هو دايما أنها أساليب شريفة. خلاص يا سيدي مصدقينك، بس رجع ل 429 مليون دولار لبلدك. بلدك محتاجة إلى الدولار الواحد يا أخ علاء. يا ترى هتقف مع بلدك ولا هتخلي فلوسك في سويسرا؟ عموما أتمنى أن نسمع منك إجابة سريعة عن هذا الموضوع. شكرا لك وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.